أثنت اليابان على الجهود الدبلوماسية القوية التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر لحل الأزمة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار. وأكدت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو أن طوكيو تدعم بقوة البيان المشترك الصادر عن قادة مصر والولايات المتحدة وقطر والجهود التي تبذلها الدول الثلاث في هذا الإطار. كما حثت اليابان بقوة جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة والعمل بشكل مضطرد نحو إطلاق سراح جميع المحتجزين والتوصل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام. قال فيليب لازاريني مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن الأعضاء في اتفاقيات جنيف فشلوا بتحمل مسؤولياتهم في احترام قواعدها وضمان احترام أطراف الصراع لها، بما في ذلك حماية المدنيين والمدارس والمستشفيات. جاء ذلك في بيان نشره لازاريني على حسابه عبر منصة إكس تعقيبا على قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة التابعين بمدينة غزة في مجزرة خلفت أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى، حيث سلط لازاريني الضوء على أنه خلال الأشهر العشرة الماضية تم انتهاك هذه القواعد بشكل صارخ يوما بعد يوم في قطاع غزة.